السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا بكم في قناة المهندس للتعلم والإفادة في فيديو جديد ودرس جديد عن الأدوات والأجهزة المستخدمة في عمليات المعالجة الحرارية المختلفة. عشان أعمل معالجة حرارية في ورشة ولا في مصنع، لابد من وجود أول حاجة فرن أو حرارة، تاني حاجة خامة، تالت حاجة طايم، رابع حاجة الأدوات المستخدمة في مسك هذه المشغولات، في قياس درجة الحرارة، في وضع الشغلة في الفرن وإخراجها من الفرن. دي عمليات المسك والوضع والرفع والتنزيل في الأفران بأدوات وأجهزة معينة. إيه هي هذه الأدوات وإيه هي هذه الأجهزة؟ لو أنت عايز تعمل مشروع معالجة حرارية أو ورشة معالجة حرارية لازم تكون فيها هذه الأشياء. هنشوف الكلام ده بعد الانترو، خليك معانا لاخر الفيديو لتعرف التفاصيل. اهلا بك ايها المشاهد الكريم من جديد. دلوقتي احنا عشان نعمل معالجة حرارية عندنا الفرن كهرباء او غاز اشغله علشان اعمل معالجة حرارية تأسية او تخمير لشغلة، محتاج أداة نمسك بيها الشغلة علشان نحطها في الفرن، محتاج جهاز أقيس بيه درجة حرارة الفرن عشان أعمل له كالبريشن معايرة أتأكد إن الدرجة دي مظبوطة ولا لأ، محتاج سلك أربط به الشغلة علشان أعرف أتحكم في مسكها، أو كارير حامل أحط بيه المشغولة طبقا لشكل المشغولة عاملة إزاي عشان أخدها بيه وأحطها حسب نوع الفرن اللي أنا هشتغل بيه، ملح ولا غاز ولا غيره. فمن هذه الأدوات نمسكها كده واحدة واحدة علشان نعرف ايه اللي بنستخدمه. فأول حاجة سلك رباط قطره 1 ملي طري حصل له تخمير او النيلينج، فيبقى سهل ان انا اربط به المشغولات بطريقة معينة. وقصافة ايضا بستخدمها لقص السلك الزيادة او استخدمها في بتساعدني في عملية الربط. حاجة التالتة سيخ بيسموه سفود، زي السيخ اللي باين كده على الشاشة، هو معلق بيه الشغلة اللي بيخرجها من الفرن كده زي ما انت شايف، رابطها بسلك رباط ومتعلقة في السيخ، بيبقى فيه جزء كده من قدام منحني بحمل عليها الشغلة من يد الكارير، او هي مربوطة بسلك والسلك فيه جزء كده عامل زي المدور، بحط السيخ فيه وارفع منها، والطرف الاخر اللي هي يد امسك بيه السيخ دوت، ده بيساعدني ان انا ارفع بيه المشغولة واحطها في الافران. النقطة الرابعة مغرفة او بيسموها كبشة لتنظيف افران الملح بالبوتقة من اي حاجة وقعت فيها، او ينظف سطح البوتقة من الشوائب، او يشيل الخبث بتاع المعادن اللي بيطافي على السطح في انصهار النحاس او الالومنيوم او الحديد ايا كان. زي ما انت شايف اهو بيرفع بالمغرفة الخبث من الالومنيوم اللي موجود في البوتقة دي، وينقله بعيد عن البوتقة بتاع الملح المنصهر، يخلي المعدن المنصهر نظيف. خامس حاجة السلة او الكارير اللي بحط فيها شغلانة واحدة او عدة مشغولات، او حجم كبير كمية كبيرة من المشغولات، او بستلة، كل دي الوضع المشغولات فيها لابد من وجودها في ورشة المعالجة الحرارية. حاجة السادسة ماسك المشغولات او هولدر بيد كده، سواء شغلانة مربعة يبقى شكل مربع من قدام، او مدورة يبقى من قدام مدورة، عشان يشيل بيها الشغلات حسب حجمها وحسب شكلها وخاصة السخنة. الحاجة السابعة بوتقة للاملاح المنصهرة، حسب الفرن وحسب حجمه وطوله بتكون البوتقة مناسبة لي وحسب الشغلة اللي انا محتاجها، ودي بتكون مصنعة اما من الزهر او من النيكل كروم او من كربيدات، وده حسب الاستخدام للبوتقة. الحاجة التامنة ثيرموكابل، وده انواع منه كي وجي واس زي اللي قدامنا على الشاشة كده ثيرموكابل، وطبقا لدرجة الحرارة اللي انا بحتاجها بستخدم النوع المناسب من الثيرموكابل حسب نوع الفرن وحسب نوع الخامة اللي انا بستخدمها في المعالجة. الثيرموكابل جي حديد لدرجة حرارته بيقيس درجة حرارة لغاية 900 درجة مئوية ويمكن يوصل الى 1000. الثيرموكابل من النوع كي بيقيس درجة حرارة لغاية 1200 درجة مئوية، والثيرموكابل من نوع اس بيقيس درجة حرارة
لغاية 1400 درجة مئوية. الحاجة التاسعة جهاز لقياس درجة الحرارة أو العمل معايرة لدرجات الحرارة للأفران. زي الجهاز اللي على الشاشة قدامنا دلوقتي، وده جهاز بسيط وسهل الاستخدام، مفيش زرار كتير، هم 4 زرار بس، وده يستخدم للمعايرة الأفران للتأكد من ان درجة الحرارة اللي جوه الفرن واللي على الكابينة متساويتين. وهذا الجهاز بيستخدم معايا 2 ثيرموكاب، اما مرة واحدة او بالتوالي جي وكي، وبيقيس لغاية درجة حرارة 1200 درجة مئوية. كمان سعره رخيص، بيوصل لغاية حوالي 1200 جنيه من غير الثيرموكابل. الثيرموكابل حوالي 1000 جنيه او 1200 زيه، يعني حوالي 2400 او 2500 جنيه تقريبا. ده لابد من وجودهم علشان تعمل بيهم قياس لدرجة الحرارة. حاجة رقم 10، قفازات مقاومة لدرجة الحرارة مناسبة، شواكيش، مفاتيح لربط بها المسامير عشان اربط اقطاب الافران او اجزاء في الافران حسب نوع الفرن، بواتق زي دي، ادوات مسك المشغولات، عدة افران مختلفة وبواتق، الياف سيراميكية، ممكن هيترز، طبعا السلك بتاع الثيرموكابل لابد منه عشان ده بيوصل تمبريتشر داتا، يعني برضو عازل اللي بتحط في الفرن وصوف حراري علشان لو كنت هبني ولا حاجة، ماسك للمشغولات زي ما انت شايفين كده، ممكن كويل للاندكشن لو كان فرن اندكشن، برنامج للتحكم فيه لدرجة حرارة، قلنا عليه كويل اندكشن بيبقى داخله مية، فايبر جلاس، بري هيتر. كل دي حاجات يجب ان تكون في الورشة علشان اعمل معالجة الحرارية المناسبة لاي شغلة، او حصل مشكلة في فرن ممكن اعمل له صيانة. وكده اكون وصلت الى نهاية اخر جزء في الفيديو ده، كان فيديو سريع عن بعض الادوات المستخدمة في ورش وعمليات المعالجة الحرارية. حبيت الفت نظركم ليها، اللي هيعمل ورشة او يعمل مشروع معالجة حرارية لازم يجيب هذه الادوات، تبقى موجودة دائما في الورشة، لابد من استخدامها طول ما انت شغال في الورشة. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب وشاركنا حتى يصلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.